وجودك على راس الحملة قوة كبيرة يا سيدي. اللي حصل من نهب وتخريب وتخويف للناس كان لازم ينتهي، وكان لازم أكون موجود علشان أثبت للقراصنة دول إن ملهمش مكان على حدودنا. إحنا على بعد خطوات منهم، المرة دي حيكون درس مستحيل ينسوه. الهدف قرب. هجوم! هو ايه اللي بيحصل ده؟ ميدك سينو، وحشتني. انقلوهم على السجن. امرك يا جلالة الملك.